يا اهلا وسهلا، صباح الخير، كيف حالكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا كويسين. دوبني حطيت تالية تاخذ قيلولتها وقلت خليني ارتب معاكم ده الدولاب على السريع. هذا هو الدولاب اخر واحد في الكورنر. طبعا هذا الدولاب قد رتبته معاكم قبل كده السنه اللي فاتت، في له بخور وفي له دي الاشياء شموع وزي كده، بس تعرفوا اللي خلاص من السنه اللي فاتت انا ما رتبته، كل ما اخذ بخور او ابى شمعه او ابى حاجه انهار. يلا نرتبه مره ثانيه، وفي كم حاجه كمان ابى ارميها وفي كم حاجه ابغى اخرجها، لانه الدولاب زي ما انتم شايفين في الركن فصعب ان انا اوصل له. طبعا هنا غساله الصحون مليانه اشياء بس ابغى افضيها كمان، ونفس الحاجه هنا جنب المغسله لازم افضي ده. وشايفين ما شاء الله الزرعه مره طولت، صرت كل شويه احاول ان انا اكاثر في البوتس فاخذ منها واحطها هنا في المويه جنب المغسله، وما شاء الله يعني على طول بيطلع لها جذور، فدحين لازم اروح ازرعها. حطيت تاليه تاخذ قيلوله، عاده وقت قيلولتها من الساعه 10 لين الساعه 12، يعني خلال دي ساعتين هي تنام تقريبا لمدة ساعتين 3 ساعات على حسب إذا هي تعبانة أو مو تعبانة أو زي كذا، وهي قيلولة واحدة اللي تأخذها في اليوم، فأحب ده الوقت اللي هي تأخذ فيه القيلولة. على طول أقوم يعني أحاول إن أنا أصور أو أرتب البيت أو أسوي أي حاجة، أحاول أستغل ده الوقت قد ما أقدر. لاري كمان تكون في الروضة فالبيت يكون هادئ. أوريكم هنا عندي القدور حقت لارا لما كان عمرها سنة تقريبا، اشتريناها لها هي من إيكيا. القدور رهيبة زي ما هي لين دحين، بس تعرفوا عشان الأطفال يحبوا إنهم يطبخوا عليها وزي كده، تخيلوا ستينلس ستيل بالضبط زي حقتنا. أتوقع لو أنا طبخت عليها عادي، بس الحجم مرة نتفة مرة كيوت وما شاء الله عايشة ما فيها صقعة واحدة، مرة حبيتها. وكل فترة تقريبا أخذها وأحطها في غسالة الصحون عشان تتغسل وتتعقم وزي كده، لأنه لاري وتاليا يحبوا إنهم تعرفوا يحطوا فيها بساكيت، يحطوا فيها كيك، أي حاجة يعني إنهم بيطبخوا، ف يعني لازم أنظفها بين فترة وفترة. شوفوا كيف مرة جنن. يلا دحين نبدأ نرتب الدولاب هذا اللي مأزمني من شهور. زي ما تشوفين الدولاب هنا كله شموع، في شموع مرة كتير تعرفوا اللي مخلصة بقي فيها بس شوية، وفي طبعا بخور وفي دي الأشياء، في السبتات، في هذه الفازات القزازية ما أستعملها كتير. هذا برضو الرف الأخير في كم حاجة أبغى أرميها. في هنا بيت عصافير، تخيلوا هذا البيت زوجي اشتريه على أساس إننا نحط أكل للعصافير وزي كده في الحوش. تخيلوا الحوش المنطقة يعني اللي حطينا فيها، طبعا جربنا في صحن أول يعني صحن حق العصافير قبل ما نحط الخشب ده. تخيلوا الله يكرمكم الفضلات حقت العصافير في كل الحوش سارت. وقتها طبعا كنسلنا الفكرة، قلنا مرة صعب كده اننا نحطه. تخيلوا الارض كلها فضلات، مرة صعب اصلا انها تخرجوها من البلاط وزي كده، فكنسلنا الفكرة فراح ارمي ما نحتاجه. خليني اوريكم هنا الاشياء اللي موجوده في الدولاب. شايفين هنا في شموع، في دي الشمعه يعني تخيلوا كانت جديده لسه دوبني فتحتها، تالية طيحتها في الارض وكسرت لي هي. شايفين كيف تحزن؟ فعندي علبه فاضيه، عندي علب بصراحه مو علبه، في هذه العلبه مثلا، برضو ده شمع زي ما انتم شايفين، تالية نفس الحاجه كسرت لي هي، الحمد لله انها كانت بقي فيها شويه يعني، فهذه برضو اخذتها من شمعه قديمه، فكلها ان شاء الله ابغى ادوبها بعدين، ما اتوقع اليوم. برضو هنا عندي علبتين حقت شمعه ايكيا، صبغتها معاكم في رمضان اللي فات اذا فاكرين لما صبغت المباخر ودي الاشياء، فممكن برضو ححط فيها شمعه. شوفوا هناك ورق، هذه الشمعه انا سويتها، طبعا
مع الحر دابت الألوان على بعض، بس كانت خطوط مرة متساوية. عندي هذه العلبة اللي رتبت فيها البخور معاكم السنة اللي فاتت، هذه برضو المبخر اللي صبغتها معاكم في رمضان. عندي هذا الصحن مكسور الغطاء حقه، كمان هذا الصحن نفس الحاجة مكسورة الغطاء حقه. شكلي راح ارمي هذا، هذا شكله حلو يعني عادي ممكن اقدم فيه. عندي ده حقت كبسولات نسبريسو بس بصراحة ما نستعمله ابدا. وهنا هذه برضو فيها الشمعة قليل، وهناك فيه شمعة برضو فيها قليل، فكلها ان شاء الله بدوبها. وهنا برضو فيه شموع فيها قليل مرة. هذه عندي مرة من زمان يعني ما افتكر، يمكن 15 سنة 20 سنة اخذتها من بيت اهلي وقلت خليني احط فيها شمعة زي زمان. طبعا الشمعة اللي فيها خلصت، ماني فاكرة من فين ولا اي حاجة، بس مرة احبها ليها ذكريات يعني عندي. كمان عندي هنا هذه، فممكن برضو احط فيها، ما اعرف انا قديش عندي شموع. هذه الفتلات اشتريتها من شي ان قبل سنتين يمكن، اشتريتها مخصوص عشان اسوي الشموع، فمرة حلوة. هنا عندي علبة البخور، فهنا المستكة. في كم واحدة وقتها قالت لي انه ما ينفع تخلي المستكة مفتوح، انه ريحته راح تروح وزي كده، بس حابة اقول لكم انه يعني هذه العلبة احسها الحمد لله المستكة محافظ على ريحته وعلى كل حاجة. هنا في المربع اللي ورا كنت حاطة الفحم بس خلص علي، فان شاء الله يبالي اشتري. من الاشياء اللي دايما انسى اني اشتريها، شايفين مرة مرتب. كنت حاطة هنا المباخر. عندي هذه السبتات تجنن، مرة حلوة بس تعرفوا مني عارفة في ايش استعملها بالضبط. اشتريتها افتكر من مدام كوكو، اتوقع اشتريتها عشان ولادة التالية، مرة ناسية، بس مدام كوكو خسارة مرة زعلت انه قفل، مرة كنت احبه. اشياء مرة حلوة يعني يجيب اشياء بين فترة وفترة مرة تجنن، غير الصحون الصغيرة ودي الاشياء مرة اشياء حلوة، فان شاء الله يرجع يفتح تاني. عندي هذه الفازة الكبيرة مرة ماني عارفة ايش اسوي فيها، مرة عملاقة وما اعرف ايش احط فيها. في برضو فازة صغيرة جوا شايفين برضو مدورة. كمان في هذه الفازة المستطيلة الصغيرة برضو، هحطها كلها في رف واحد خاص بالفازات، بس ما بصبغهم لانه اغلب اللي عندي مصبوغ، هذه الثلاثة الوحيدة الشفافة اللي عندي. خلاص بكده رتبت الدولاب، اهم شيء انه نظيف. وهذه الشموع طبعا كلها كومتها هنا، والكاسات اللي تنحط فيها الشموع. فبكده ان شاء الله بس يبالي يوم من الايام اتحمس واسوي الشموع معاكم واصورها. يعني هذه العلب حقت باث اند بادي خلاص ما راح تتولع الشمعه، بس في نفس الوقت شفت واحده اول في التيك توك تخيلوا اخذتها، يعني اخذت كم علبه، يمكن 10 علب، تخيلوا سوت لها علبتين كامله كانها شمعتين كامله من باث اند بادي. الصحن ده راح اغسله في غساله الصحون لانه مره مغبر. بعد كده راح احطه هنا فوق، شايفين ده مره يشبهه كان، يعني كانوا الاثنين كانهم طقم مع انهم من محلات مختلفه، فراح احطه خلاص معاه يصير افتكر انهم دائما مع بعض لما ابغى استعملهم. طيب هنا جبت هذه الاشياء عشان عندي حبك المدينه، هذا هو الحبك صاحبتي جابت لي، هو النعناع خلاص نشفته اخذ مني تقريبا يومين قبل ما ينشف، بقي الحبك. فدحين بقى اغسله وافرده هنا في دي الصينيه عشان ينشف. مره الطريقه سهله ويجلس معاكم فتره طويله. قد صورت لكم هي قبل كده، قبل 4 فلوجات يمكن. ما شاء الله مره جابت لي كميه كبيره، فمستحيل ان انا اخلصها. ريحته تفتح النفس، تعرفوا اللي كل ما فتحت الثلاجه وشميت ريحته اشتهي اسوي شاي حلو. فدحين ان شاء الله ابقى افطر لانه لسه ما فطرت. طبعا دحين ظهر سار، فحستنى دحين زوجي يجيب لاري من الروضه ونفطر انا وهو. بس راح اسيبه كده خلاص ينشف يومين زي ما قلت لكم، هو تقريبا حياخد يوم بس انا احب اسيبه يومين عشان خلاص اضمن انه يكون مره ناشف.
مرة اشتهيت اسوي فطيرة زعتر بالتورتية الجاهزة، فبس هحط هنا زيت زيتون وزعتر. للأسف ما عندي جبن غير ده لأنه عملته قبل كم يوم في الكسدية وخلص علي، فبس في هنا شوية شيدر وشوية موتزاريلا. شكله مرة مشهي، زودت هنا واحد بس جبن، يعني تحسوا التورتية كأنها نفشت. الله، طبعا هذه برضو شفت واحدة في التيك توك سوته، تخيلوا أمس الليل قبل ما أنام، تعرفوا اللي قبل ما تناموا وتشوفوا أكل فتقوموا تشتهوا ده الشيء، فقلت إن شاء الله أول ما أصحى رح أسويه. اللي في التيك توك صورته قالت إنها مناقيش سريعة. شوفوا هذه الفطيرة اللي بالجبن ورا، مرة اتقمرت، شايفين كيف؟ مرة مشهية. المشكلة انه زوجي تأخر، عادة يعني ده الوقت خلاص يكون في البيت، بس اليوم شكله جاله شغل وزي كده فأخذ لارو متأخر. والشاهي مع نعناع المدينة، بالعافية علينا ويلا باي. هذه اللي عندي من أول قلت لكم حطتها هنا، وراح أضيف لها الأربعة الزيادة هنا. طبعا بعد ما بعنا ورفة السفرة وبعنا البوفيه كنت حاطة هذه كل الأشياء في البوفيه، فخصصت لها هنا درج في المطبخ. هذا اللي اشتريته قبل كده من H&M ووريتكم هو، فراح أحطه دحين على الجزيرة. في واحدة قد سألتني قبل كده ليش دايما عندك موز مخمج في السبت حق الفواكه، فشايفين هنا الموزة هي ما هي مخمجة، هي مستوية، يعني إذا بدأ إنه تنشف وتصغر وتتكرمش مرة بزيادة حتى خلاص على طول أرموها، بس في دي الحالة شايفين تطلع مرة طعمة في كيكة الموز. فهي حاليا ما وصلت مرة مرحلة الخماج اللي قبله لسه، طبعا كل ما كانت خضرة تكون مرة، كل ما تصير أسود تصير حلوة. فدحين يلا أسوي معاكم كيكة موز مرة طعمة. الكيكة دي معتمدتها من سنين فحسويها معاكم دحين، بس أنا ضفت عليها قطع شوكولاتة عشان تصير أطعم وأدسم. بس جهزت هنا كل الأشياء اللي راح أحتاجها إن شاء الله، اللي هي الزبدة، قطع الشوكولاتة، البيض، الموز، السكر الأبيض، هنا عندي السكر البني، بيكنج سودا وبيكنج باودر، وهنا عندي الدقيق، وخلاص. طبعا ما ننسى الفانيلا. تقدر تستعملوا الخلاط الكهرباء بس انا حستعمل اليدوي لانه كيكة الموز مرة سهلة ومرة سريعة، عادي تسووها بيدكم. هنا جبت الصينية المستطيلة الحجم العادي وغلفتها بورق الزبدة. طبعا الشوكليت مكون اختياري على كيفكم، النوع اللي تحبوه، اذا ما تبوا كمان شوكليت عادي شيلوه، بس انا عن نفسي احسه مرة يدي طعم لذيذ. فك الموزة. لا ما تبى تمسك الموزة. نحط الموزة، شايفين مرة مستوية ومرة لينة. ياي كده؟ ايوه، عشان الموزه مره لينه فبسرعه تنطحن معاكم. انت تشوفي البيضه تتسك؟ مش انت ما تعرفي كيف قاعد البيضه يا مامي؟ خلص حطينا البيضتين، ولا دحين بتلخبطوا مره كويس الين ما البيضه تنفش معاكم، ودحين حضيف السكر. بطي كويس مره. يس مره كويس. خلاص لخبطته مرة كويس، دحين نضيف الدقيق والبيكنج باودر. تخيلوا حاجة مرة تضحك، استوعبت اني ما حطيت الزبدة فمرة عادي. دحين راح ادوب الزبدة عشان تتخلط اسرع، لانه المفروض اني انا اخلطها مع السكر في البداية، بس ما اعرف ليه عشان الموز خلاص تخيلته زبدة. دوبت الزبدة نص دقيقة بس في الميكرويف. طبعا تقدروا تستبدلوا الزبدة بنص كوب زيت. هنا بيكنج باودر وبيكنج سودا، وحطيت الفانيلا.
ها دوقي. خلاص انت دوقي بس. لا خلاص. وي بس راح احط عليه ملعقه كبيره كده دقيق والخبطه. ليش هذه الخطوه مره مهمه؟ عشان لما نخبز الشوكليت ما ينزل على تحت ويلصق في الصينيه. ف يعني الدقيق تخلي الشوكليت في نص الخليط، ما تخليه ينزل على تحت. شايفين كيف لخبطته معه؟ خلاص حنحطه عليه ونلخبطه بالسباتشولا، ملعقه سيليكون على خفيف مره. لما تحطوا الدقيق خلاص حاولوا انكم ما تلخبطوه كثير. يمي ولا مو يمي؟ أنا مدوية. يمي شوية. مدوية فانيلا. هذي نادت فانيلا. إلا حطيت فانيلا يا مامي. أنت فانيلا؟ Yes or no? Yes. خلاص بكده الكيكة جاهزة زي ما انتم شايفين، مرة طعمة. حقطعها دحين وناكلها. طبعا هذه مرة يحبوها البنات ومرة يحبها زوجي، فتعرفوا اللي اذا غطيتوها مرة كويس اهم شيء ما يدخلها هواء، تقعد معاكم يعني 4 أيام ممكن برا، حتى لو حطيتوها في الثلاجة تطول معاكم، بس وقت ما تبوا تاكلوها حموها في الميكروويف بس نص دقيقة، تطلع رهيبة. هذا الكوب اللي اشتريته من أنثروبولوجي لما رحت دبي أول مرة، هذا الصحن اللي اشتريته قريب من أنثروبولوجي. شايفين كيف يجنن؟ مرة حلو ما شاء الله، حسوهم كأنهم لايقين على بعض، يشبهوا بعض مرة. جبت الشبك عشان دحين حأنقل الكيكة لأنها لسه حارة دوبني خرجتها من الفرن، أبغى أنقلها هنا على الشبك عشان تبرد. مرة الكيكة ظابطة، تحسوهم كأنها مقرمشة من برا ومن جوا مرة هشة. طبعا ما خليتها تبرد وبصورها بسرعة قبل ما الشمس تروح. شايفين؟ خلاص بكده الكيكة جاهزة، جربوها قولوا لي رأيكم.